انك اسرى بس بغير طريقه، والانظار كلها مفتوحه علينا. جاي واحد يهددنا يقول راح اشعل الخيم فوقكم. قلت له بدال ما تشعل الخيم فوقنا وقفنا هناك، صفنا كلها هذا اطفال وهذا النساء، وقتلونا اخذوا ثاركم منه. ما نروح وقت داعش داعش داعش. انت انا بن داعش، انت انا على بكره يغلطون شهر حيل يغلطون. لما في مو جايين هنا احسن، لما واقفين احسن. انا من يوم يقوم يحكون علينا دواعش ما دواعش.